حسن عايز اسالك تحديدا عن محمد مجدي قفشه. الراجل ده ما بيشاركش اساسي كتير مع مارسيل كولر، في كل مره بينزل كبديل بيأدي بشكل كويس قوي. ايه مشكله قفشه اللي ما تخلوش يلعب اساسي مع النادي الاهلي في معظم المباريات؟ احنا جينا في فتره في حلقه هنا قبل كده اتكلمنا ان قفشه حتى لما بيلعب اساسي راجل ايجابي. السنه دي قفشه غير كل السنين مع النادي الاهلي. السنه دي يعني انا متابعه ومتابع فريق النادي الاهلي ومتابع الزمالك وكده، بس انا متابع قفشه في ايه؟ ان هو بدا يطور نفسه. كان الاول بيباصي وياخد منك يبقى المسافه بتبقى قريبه، لا دلوقتي بقى يروح يكمل في ال 18، بيعمل باصات لقدام، بيبقى عامل الفارق. قفشه في ماتشات كتيره جدا كسب النادي الاهلي في السنه دي، يعني عمل حاجات كتيره كويسه. من وجهه نظري هو في الاخر هي قناعات مدير فني، يعني مش هو مش مقصر، هو الراجل بيعمل كل حاجه كويسه بس هو مش مقصر. هو الراجل دلوقتي مركز كويس وساكت، وحتى اي حد ممكن يعمل مشاكل، حتى لما عيني اتكلم مره لما قال له هو كل مره انا اتعامل عليه عقوبه وكده، فالراجل لا ساكت وملتزم وبينزل بيأدي اداء كويس وبيموت نفسه وعايز يعمل حاجه لقفشه السنه دي كمان عشان هو عايز يروح منتخب مصر يعني. طيب